احنا مدرسة المير دو ديو اتأسسنا في فرنسا في شارع سان سولبيس 1648، والضباط اللي في الجيش اللي توفوا اولادهم الدولة الفرنسوية كلفتنا احنا في تربية وتعليم اولادهم. خديوي توفيق كان في فرنسا عند نابليون بونابرت، وكان واقف في البلكون في القصر وشاف راهبات ماشيين العيال بتوع النبلاء في الطابور في الشارع. قال له في مجال يجوا في مصر عشان يربوا البنت المصرية عندنا في مصر. واللي حصل انه سنة 1880 مجموعة من الراهبات اجوا في القاهرة، وسنة 1881 اجا وفد من الراهبات في اسكندرية. ميرفت ملك خريجة المدرسة ليا الشرف طبعا، ودلوقتي بشتغل فيها. أنا ماجدة كريتا، بشتغل في المدرسة من سنة 1979. أنا مايا حازم حسن، عندي 17 سنة في مدرسة ميردو ديو راهبات. ليا ذكريات تلميذة، وليا ذكريات مدرسة، وليا ذكريات بعد كده أنا ماسكة دلوقتي شؤون الطلبة. الكور ده أخد مننا رئات، يعني إنه إزاي بالذات الاهتمام بالبيئة يعني اللي حوالينا، وإزاي كمان نتذوق الجمال، وإزاي نحس بيه ونشعر بيه وكده. لا، وإزاي إحنا عشان أعلم الولاد إنه ما نقطفش وردة، عشان تعلم الولاد ده لازم عملي، إنه ده ليك وليا، وقلت لهم نحافظ عليه للأجيال اللي بعدينا. ده إحنا هنمشي وفي حد تاني هيجي، نسيب لهم حاجة زي ما الرهبات العظام اللي سابوا لنا الدنيا. يعني سور ماربيير هي المديرة المسؤولة دلوقتي عن المدرسة، لما جت لا رجعت كتير من الخريجات، لا تعالوا وامسكوا المدرسة معانا واشتغلوا معانا، لأن طبعا إحنا في الأول وفي الآخر تربية الرهبات، فهي عارفة هي مربيانا إزاي. مامي كانت خريجة مدرسة فرنسي نوتردام دو سيون، وكذلك جدتي برضو، فهم كانوا عندهم الرغبة ان هم يدخلوني مدرسة فرنسي. كل حاجة موجودة في المدرسة من أيام ما المدرسة اتبنت، يعني الرخام بتاع السلالم كله من أيام زمان. يعني إحنا بناخد بالنا مع العيال، يعني ما بنخليهمش إيه ياخدوا الشنط بتاعتهم ودب دب يكسروا لنا الرخام عشان ما يتكسر. الشبابيك دي جاية من فرنسا كلها إزازة معشق، يعني دي سنها بلاوي، يعني إحنا واخدين بالنا منها قوي 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 علشان إيه ما تتكسرش وما تخسرش وكده. يعني الجنينة بتاعت المدرسة دي هي الشجر القديم ده، شجر بقاله 100 سنة وزيادة. عندنا قلاوي توفيق جايب لنا حاجات كتير، انترفون وتليفون. فيني أقول أني أنا بنت المدرسة خريجة المير دو ديو. أنا جيت، أنا أصلي لبنانية بس جيت هنا صغيرة عندي 12 سنة وكملت علمي هنا في المدرسة. أنا كنت شقية كنت شقية كتير قوي قوي، وبناتنا أشقية، بس الأجيال يعني بتتغير، بس الإنسان الطفل هو طفل. دلوقتي العيال بيحترمونا وبيحبونا وكل حاجة، بس النات والموبايل والحاجات بيعرفوا حاجات إحنا ما كناش نعرفها زمان. في متغيرات كتير حصلت في المجتمع، لكن كمدرسة هي نفس المدرسة، إيمان بالرسالة بتاعة التربية، الاهتمام بالتربية والاهتمام بحصة الحياة اللي هي الكور دو في اللي قالت عليها مدام ميرفا. الحصة دي كانت ممتعة جدا جدا بالنسبة لنا، لأنه إحنا بقى بنشوف السور بقى دي في الوقت ده هي بتاعتنا صاحبتنا، كل حاجة إحنا عايزين نقولوها بنقولوها. دي تبقى حصص السور هي اللي بتدخل لنا تتكلم معنا في حاجات برا المدرسة أكتر، بتكلم عن حياتنا الشخصية، بنتعرف أكتر، بتعرفنا أكتر عن المدرسة، تاريخ المدرسة أو كده، وكمان بتعلمنا يعني مواضيع منتشرة في المجتمع فبنقعد نتكلم فيها. يعني الحصة دي اللي هي متنفس للبنات، تعبير عن رأيهم، تنمية شخصيتهم، يكتشفوا مواهبهم. بابي ما كانش موافق إن هو يدخلني، بس هم أقنعوه عشان مدارس فرنسي هم أحسن مدارس تربوية. كتير من خريجات المدرسة رجعوا جابوا بناتهم هنا، وكتير شافوا إن الإنجليزي يمكن ما كانوا أحسن، بس للأسف كتير منهم ندموا إنه ما دخلوش هنا، لأنه تربية الرهبات مختلفة تماماً.